يسوس بكريستوس يا رب يا رب يسوس بكريستوس يا رب يا رب يسوس بكريستوس كون معها وقومها بسلام يا رب يا رب يسوس بكريستوس أشكرك أشكرك يا رب يسوس أشكرك حمد الله على سلامة ربنا يهليك لينا يتربى في عزك ويا ترى نسميه قبرة صادق جبرا صادق ربنا يسوس بهرستوس يحافظ عليه ويكون معاه ربنا يخليه ويحافظ عليه دي قطية من السماء لازم نراعيه ونحافظ عليه احنا لازم نصلي ونشكر ربنا يسوس بهرستوس على عطاياه الكتيرة لينا ومهبته لينا ارجوك يا رب يسوس حافظ عليه جري 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 يلا اكبر يا جبرة عشان اشوفك وانت بتلعب سلام امي جبرة سلام ابو جبرة عاملين ايه نشكر ربنا يسوس بهرستوس على كل حال ربنا يهليك لينا ويحافظ عليه البركة في ربنا وفيكم وفي جبرة ابنينا ربنا يحافظ عليه قولي ابو جبرة انت رجعت ليه بدري من الشغل النهاردة انت تعبان ولا حاجة لا 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 مفيش حاجة أنا كويس طول ما أنتوا كويسين بس أنا خلصت شغل بدري قلت أرجع وأطمن عليكم لا
يهليك لينا. بسم الله ولد منفذ قدوس أهداء وأملاك أمين. ربنا يخليك يا جبرة ويحافظ عليك. روح ربنا إيسوس بهرستوس ساكنة جوا جبرة ابننا. ربنا يكون معاك. سلام أبا. سلام جبرة. سلام يا أمي. سلام جبرة، عامل إيه؟ نشكر ربنا يسوس بهرستوس عايش. صاحي بدر الصبح ورايح فين جبرة؟ مش احنا عندنا غنم كتير؟ يبقى جبرة لازم يروح يرعى غنم. طب ما تستنى تاكل جبرة. لا لا لا، ملياش نفسي أكل. طب استنى افطر. لا 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 لا، خلاص ملياش نفسي. يا ابني استنى. لا 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 لا، مش عاوز، مش عاوز. سلام، صلي لي كتير يا أبا عشان ربنا يكون معي. سلام يا أمي. جبرة ابننا ده غريب، عايش حياته مش بيفكر في اي حاجة. معاك حق، جبرة عايش معانا وكأنه مش وسطينا. ربنا يكون معاه ويحافظ عليه. ربنا يكون معاه. أنا عاوز أعيش معاك جبرة، مش عارف يعيش في عالم وسط الناس. أنا عاوز أعيش ليك لوحدي وتبقى كل حياتي هو أنت يا ربي إيسوس. جبرة حاسس إن هو غريب مش عارف يعيش وسط العالم يا ربي. أرجوك يا ربي ساعدني عشان أبقى ليك لوحدي. أرجوك يا ربي ارجدني يا ربي، ارجدني يا ربي اتصرف ازاي. انا عاوز اهرب يا ربي يسوع، عاوز اهرب من وسط العالم كله واعيش ليك لوحدك يا ربي يسوع. اسمع قول وقدس قدوس سعد واملاك ابي. خلاص يا ربي يسوس، عبدك جبرة مش قادر يعيش وسط العالم، مشتاق يا ربي، مشتاق أسيب كل الناس وأعيش معاك أنت، مشتاق يا ربي لحياة الوحدة. خلاص يا ربي، خلاص أنا مش قادر. أنا لازم أهرب، لازم أهرب وأسيب العالم وأروح أتراهبن في صحراء. فأرجوك يا ربي،
أرجوك اقبلني راهب، ساعدني يا ربي إيسوس وقوي عبدك الهاتي جبرة، وكن معاه ضد هروب عدو الخير، قويني لك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الهيات والأقارب وكل قوة العدو، ساعدني يا ربي يسوس وقوي عبدك المسكين جبرة، لأن لك الملك والقوة إلى الأبد آمين. سلام ول منفس قدوس أهاد أملاك آمين. أشكرك يا ربي يسوس بهرستوس لأنك قبلتني على الضعيف الهاتي وخلتني أكون راهب ليك هنا في الهبشة. يا ربي يسوس مشتاق إن أنا أعيش في وادي النطرون في الأرض اللي أنت باركتها، أنت والست القدرة ويوسف النجار، الأرض اللي مليانة دم الشهداء الأطهار ومليانة ببكاء وصلوات الآباء الرهبان الأبرار. نفسي يا ربي أعيش في الأرض اللي عاش فيها الأنبا أنطونيوس أب الرهبان والأنبا بولا أول السواح. مشتاق يا ربي لحياة الرهبنة في وادي النطرون. ساعدني يا ربي إيسوس بهرستوس وهون علي الطريق وخليهم يقبلوني هناك عشان أكون راهب معاهم في الدير وأعيش هدام هناك تحت رجلين أباء الرهبان، لأن جبرة ما ينفعش يكون غير هادم لكل الرهبان في الدير هناك في وادي النطرون. ساعدني يا رب وقويني في طريقي. شر طريق
انا ماسك يا ربي بيدك، مش ههتم لو زاد يديك، وانا في طريقي ماشي وساند ايدي عليك، همشي وإيلك هنسى آلامي جين. السلام والنعم، اهلا بيك في الدير. سلام ونعم ابو بسليوس. انت منين؟ من السودان ولا من الحبشه؟ انا من الحبشه. من الحبشه. وجيت من الحبشه لغايه هنا في دير البراموس في وادي النطرون ليه؟ انا جيت هنا عشان ابقى راهب في دير براموس. راهب؟ طب ما ممكن تبقى راهب في الحبشه بدل ما تيجي من الحبشه لحد هنا. سامحني ابو بسليوس، أنا نفسي أبقى راهب هنا في دير براموس. أنا سمعت كتير عن رهبان برية شهيد الأطهار، ونفسي أقعد تحت رجليهم أتعلم منهم. ده غير إن البرية كلها مليانة بدم الشهداء الأطهار. ومين بعتك للدير هنا؟ البابا يؤنس. البابا يؤنس؟ طب ما دام قدسته بعتك لغاية هنا، معاك جواب من قدسته؟ سامحني أبا بسليوس، أنا ما معيش جواب. انت اللي تسامحني، انت غريب وما معكش جواب من قداسه البابا، يبقى انا ما اقدرش اقبلك في الدير هنا، واللي هتبقى مسؤوليه عليا. سامحني، انت تاخد بركه الدير هنا وتتفضل تمشي. سامحني. سامحني يا بابا سليوس، انا مش همشي من هنا. ارجوك يا بابا سليوس، اقبلني في الدير هنا ارجوك. انت ممكن تروح اي دير تاني غير دير البراموس. سامحني يا ابا بسليوس، انا مش هسيب المكان ده، انا جيت من الهبشه لحد هنا ماشي على رجليا. سامحني ابتي، انا مش هسيب الدير، مش هسيب دير البراموس، دير امي القادره. يا رب يسوع المسيح، معقول جيت ماشي من الهبشه على رجليك؟ ازاي؟ ايوه يا ابا بسليوس، بس انا ما اقدرش اقول انا جيت هنا ازاي، انا ضعيف. دي قوه ربنا يسوع المسيح هي اللي وصلتني لحد هنا. انا عبد خاطي وضعيف. المسافه قد ايه من هناك لغايه هنا؟ يعني من حوالي 3 شهور. من زمان قوي. وليه ما جيتش في اي مواصله؟ اصل انا ابا بسليوس عبد، والعبد مش احسن من سيده. الرب يسوع مشي على رجله، وانا كمان لازم امشي على رجلي. سامحني ابا بسليوس، انا مش هقدر اسيب المكان ده. طيب ما تزعلش. انت اسمك ايه؟ جبرة صادق. جبرة؟ اتصرف يا رب. وبعدين ارشدني يا رب اعمل ايه؟ ده باين عليه راهب من الحبشة. وبعدين جبرة يعني عبد المسيح. انا مش عارف اتصرف ازاي. اخليه هنا في الدير ولا امشيه؟ ارشدني يا رب اعمل ايه واتصرف ازاي؟
انا هخليه هنا في الدير وربنا يختار الصالح. خلاص يا ابونا شنوده، ابونا شنوده. نعم يا ابونا بسليوس. خد اخوك جبره وشوف له مكان يبات فيه. حاضر يا ابونا. اتفضل يا اخ جبره. اتصرف يا رب. سلام يا ابونا بسليوس. سلام ونعم يا ابونا شنوده، مالك فيه ايه؟ بس لو انا بوصله حصلت حاجه غريبه قوي. غريبه؟ حصل ايه يا ابونا شنوده؟ واحنا معديين ناحيه الاوضه اللي تحت سلم المناره لقيت الاخ جبره وقف وما رضيش يمشي، ولما سالته قال لي انا هنام هنا، انا هرتاح في الاوضه دي. ازاي بس يا ابونا؟ انت مش عارف ان الاوضه اللي تحت سلم المناره دي ضلمه ومليانه رطوبه، ده غير انه كراكيب الدير كلها فيها وما تنفعش انه حد يعيش فيها، ومفيش مكان ينام فيه، ده يا دوب متر ونص في متر ونص. انا قلت له الكلام ده يا ابونا بسليوس، بس هو مرضيش ونشف دماغه واصر ان هو ينام فيها، رغم ان انا قلت له ان في اوضه تانية جنبيها اوسع وفيها فرشه، لكن هو مرضيش. وعمل ايه يا ابونا؟ مرضيش يا ابونا، وقال لي دي كويسه وسابني ودخل الاوضه كانه عايش فيها من زمان. اشكرك يا رب. اسمع ابونا شنوده. نعم يا ابونا. من بكره تبدا معاه اختبارات الرهبنه وتشغله في الدير هنا وربنا يدبر. حاضر يا ابونا بسليوس. سلام يا ابونا. سلام ونعمه. جبرا اخرستوس يعني عبد المسيح. اتصرف يا رب. بسم اب ولد منفس قدوس اهادوا املاك امين. اشكرك يا رب يسوس لانك سمحت لي اني اجي اعيش هنا في دير البراموس، دير ست القدرة ام النور، وارجوك يا رب تساعدني في طريق الرهبنة علشان اكون اجير صالح ليك واعمل في الكرمة بتاعتك. ارجوك يا رب يسوس انك تساعدني. امين. تراب رجلي ما استاهلش اكون معاها، لكن قلبه الحنين فاتح حضنه بحنان لليل جاء في حماه. ما استاهلش انا يا ربي، ما استاهلش اسكن ديارك، لكن روحك بيطهرني وبيغسل ذنبي باسرارك. ما استاهلش انا يا ربي، ما استاهلش اسكن ديارك، لكن روحك بيطهرني وبيغسل ذنبي بأسرارك. مستاهلش تراب رجلي، مستاهلش أكون معاها، لكن قلبه الحنين فاتح حضنه بحنان لليل جاء في حماه. ما استاهلش عطفك عليا انا يا رب يسوس بهرستوس، انا ما استاهلش يا رب محبتك الكبيره، ما استاهلش انك تتصلب علشاني انا الخاطئ. مش بس كده، انت بغابتك الكبيرة
سمحت اني اكون راهب للرهبان بريد شهيد وبجرح قلبك تمام. سامحني يا رب إيسوس، اني ما قلتش للاباء الرهبان هنا في الدير اني كنت راهب في الهبشة، لاني لو كنت قلت لهم كانوا هيريحوني ما يخلونيش اتعب. الراهب لازم يشتغل ويتعب وما يديش راحه لجسمه ابدا عشان عدو الغير ما يسكنش جواه. سامحني يا رب يسوس، قويني انا الضعيف الخاطي، ودبر كل امور حياتي. سلام ابا باسيليوس. سلام ونعم ابونا عبد المسيح. ابا باسيليوس، في موضوع مهم عايز اخد راي قدسك. بصراحه انا مش قادر اعيش جوه الدير، نفسي اعيش في مهاره بره الدير عشان تبقى كل حياتي مع السيد المسيح. ارجوك خليني اعيش بره الدير. ما ينفعش يا ابونا، ما ينفعش. العيشه بره الدير صعبه ومتعبها كتير جدا، وانا خايف عليك. سامحني يا ابا باسيليوس، الرب يسوس يسند ضعفي ويقويني. ما ينفعش يا ابونا، وسيدنا رئيس الدير مش هيوافق انك انت تعيش بره الدير. سامحني يا ابادي، انا عاوز اعيش بره. احنا في هبشه كل الرهبان عايشين في صحر. خلاص يا ابونا عبد المسيح، تفضل روح عليتك دلوقتي وربنا يعمل اللي فيه الصالح. صلي لي يا ابادي. صلوات العذراء والقديسين تكون معاك يا ابونا. يا قدر يا ام نور. خلاص يا ابونا سمعان، بلاش كلام في الموضوع ده. ابونا عبد المسيح كلمني فيه اكتر من مره وانا رفضت. ابونا باسيليوس، ابونا باسيليوس. ايوه ابونا، في ايه؟ وانا جاي شفت ابونا جبر الخريستوس، ابونا عبد المسيح. ايوه، نازل من على السور ورابط نفسه بحبال من الليف، ولما ناديت عليه فك نفسه بسرعه وجري. جري راح فين يا ابونا؟ جري ناحيه الجبل. شفت يا ابونا سمعان، شفت عمال ابونا عبد المسيح. بس انا مش هسكت، انا لازم اعرف سيدنا، لان دي مش اول مره يهرب فيها علشان يتوحد في مغاره بره الدير. ابونا باسيليوس، ابونا باسيليوس، ابونا عجيب انت يا ابونا عبد المسيح. اللي قول لي يا ابونا، هو جاب الحبل منين؟ انا شفته من كام يوم خارج من قلايته بيتسحب لغايه ما وصل لنخله وطلع عليها لغايه فوق وجاب منها ليف وعمل منه الحبال. زي قدر ينزل من على السور ده، ارتفاعه عالي قوي. ربنا ينفعنا بثرواته. امين يا ابونا سمعان.
سلام يا ابونا عبد المسيح. سلام ونعمه. سلام يا ابونا. سلام ونعمه. سلام يا ابونا. سلام ونعمه. زي كل مره يا ابونا عبد المسيح بتحس بينا قبل ما نجيلك وبتخرج عشان تقابلنا. انا اهد بركه. اهد بركه. اللي اقول لي يا ابونا انت منين؟ انا من الهبشه، جاي من الهبشه. سامحني يا ابونا، وايه اللي خلاك تيجي من الهبشه وتسكن هنا في دير البراموس؟ انا بحب وادي النطرون وبحب دير البراموس، دير ستي القادرة ام النور. ومش هتصدقي بقى لو عرفتي ان ابونا عبد المسيح جه من الهبشه لغايه هنا ماشي على رجليه. انت بتقولي ايه؟ انا مش قادره اصدق. معقوله يا ابونا تمشي من الهبشه لغايه هنا على رجليك؟ ايوه انا جيت من الهبشه ماشي على رجليا. عارفه مشيت ليه؟ عشان انا قبض وجبره لازم يمشي. طيب والوقت كان قد ايه من هناك لغايه هنا؟ كتير كتير. ثلاثة شهور. كتير. ادينا بركه يا ابونا عبد المسيح. حاضر، امسك دي. يا ايسوس خد يا حبيبي، بركه ليك. وانتي كمان، وانتي كمان، ربنا يبارككم. ربنا يخليك لينا يا ابونا عبد المسيح، ما حرمناش منك. بس ما تقولش كلام زي ده. انت عارفه انا هاتي وهمار، هاتي وهمار. ما تقولش كده على نفسك يا ابونا عبد المسيح. بس انت تنفع زوج كويس. وانتي زوجة كويسة. ربنا يبارك. يسوس بهرستوس اتصرف، اتصرف يا رب. يا ابونا عبد المسيح انت رايح فين؟ امي بس يا امي انا بحياتي ايديا وخفيت. بركتك يا ابونا عبد المسيح، بركتك يا ابونا عبد المسيح. اشكرك يا رب. قول لي يا ابونا عبد المسيح، ليه الناس سابت ربنا وبعدت عنه واهتموا بحاجات تانية كتير؟ يا ابني الناس بتحب اللي يضحك عليها ويبعدها عن طريق ربنا، وهو ده اللي بيدور عليه عدو الهير، انه يشغلنا بامور العالم عشان نسيب طريق ربنا. وللاسف في ناس كتير مشيت وراها. عشان كده يا حبيبي لازم تفتح عينيك كويس، واوعى عدو الهير
يشغلك عن طريق ربنا. وليه ابونا الناس غاويه تعيش بعيد عن ربنا؟ لان عدو الهير بيحلي شكل الهطيه في عينهم ويحلي طعمها حلو في بقهم، لكن في جوفهم بتبقى سم، سم بيموت. سلام، انا لازم امشي دلوقتي. بس احنا ما لحقناش نقعد معاك يا ابونا. ما انتوا هترجعوا تاني. سلام. نرجع تاني؟ هو ايه اللي حصل في العربيه يا استاذ حمد؟ مش عارف، هو الظاهر ابونا عبد المسيح عارف ان احنا هنرجع له تاني والعربيه هتقل. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ انا اروح له، انا هروح لابونا عبد المسيح واقول له وربنا ييسر له. ها يا استاذ حمد، حصل ايه؟ لقيت ابونا عبد المسيح تاني في ايده الميه دي وعارف ان عطلانه، قال لي خدها حطها في العربيه وهي هتدور. اشكرك يا رب، بركتك يا ابونا عبد المسيح. بركتك يا ابونا عبد المسيح، اشكرك يا رب، اشكرك يا رب. ايه مالك ابا سنودة؟ ايه بتبص لي كده ليه؟ انا عارف انت عايز تقول ايه. بصراحة يا ابونا عبد المسيح انت على طول صايم، وده مش كويس علشان صحتك، وبعدين لازم تاكل حاجة، انت كده مش هتقدر تكمل، بعدين العيشة في المغارة هنا صعبة جدا. يا رب يسوس بخريستوس يسندني ويقين ضعفي. يا ابونا عبد المسيح انت لازم تاكل حاجة فيها فايدة، وبلاش الاكل اللي مفيهوش فايده ده، علشان خاطر، علشان خاطر يا ابونا عبد المسيح لازم تاكل اي حاجه. عارف يا ابا سنودة، بس ما تقولش لحد، انا باكل زي الهمار. سامحني يا ابونا عبد المسيح، انا هروح الدير اجيب لك اكل واجي بسرعه. بلاش بلاش يا ابا سنودة، ملوش لزوم، ربي يسوس بخريستوس هو طعامي، ربي يسوس هو طبيبي، ربي يسوس بخريستوس هو قوتي. بلاش بلاش يا ابا سنودة، ملوش لزوم. غريب انت يا ابونا عبد المسيح، غريب. صليلي صلي لي يا ابا سنودة. الا قول لي يا ابونا عبد المسيح، انا بقالي فتره كبيره قوي ما شفتكش اتناولت معانا ولا حضرت القداس. قول لي يا ابا سنودة، بس الاباء السواح بيتناولوا؟ بصراحه يا ابونا عبد المسيح انا في حاجه شغلاني من ساعه ما جيت وعايز اكلمك فيها. قول قول يا ابا سنودة. احنا كلنا ملاحظين ان عينك حمرا بقالها فتره، وده كله من كتر القعده في الشمس ومن كتر قله الاكل. يا ابونا احنا كلنا خايفين عليك. ما تخافش
ربي يسوس بهرسوس هو طبيبي وهو يشفيني. يا ربي يسوس بهرسوس اشفيني يا ربي يسوس. باسم اب ولد منفس قدوس اهاد واملاك امين. المجد لاسمك يا رب، المجد لاسمك يا رب. عليك خفت يا ابونا عبد المسيح. المجد لاسمك يا رب، المجد لاسمك يا رب. بصوتي للرب سرات، بصوتي للرب تدرات، اسكب امامه توسلي، ابص لديه ضيقي. اندفن روحي مني وانت ألمت سبلي، في الطريق الذي اسلك اهف لي فهان. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ بس بالصليب، بس بالصليب مين؟ انا جنبك بس انت مش واخد بالك مني، لانك دايما بتصلي وبتصوم مش فاضيين. وانا خايف عليك يا عبد المسيح وعايز مصلحتك. انا جاي اقول لك ريح نفسك شوية يا عبد المسيح، انت تعبان وانا خايف عليك. اسمع كلامي. الرب نوري وهل اسي من من اخاف؟ الرب هزنا هياتي من من ارتحب. ابعد عني، ابعد عني بقوة يا رب يسوع المسيح. ابعد عني يا رب يسوع المسيح. ارحمني انا الهاتي باسم الاب وولد ومنفس قدوس اهاد واملاك امين. باسم الصليب، باسم الصليب. ضربتني يا حبيبي، بس انا مش هسيبك، مش هسيبك. اشكرك، اشكرك يا ربي يسوس بحر يسوس. اشكرك، ارحمني انا الضعيف. هويني يا رب، هويني يا رب بقوة صليبك المهي. اشكرك يا رب باسم الاب ولد ومنفس قدوس اهاد واملاك امين. وفعلا كما قال أبونا عبد المسيح الحبشي، تم الارتباط المقدس بينهم. ربي يسوع انت نوري وخلاصي، ربي يسوع نور حياتي ومكاني سايك حولي وابقى نور. قدس فكري وكياني خلي حبك ليا صور. نور حياتي ومكاني سايك حولي وابقى نور. قدس فكري وكياني خلي حبك ليا صور. ومن معجزات القديس أبونا عبد المسيح الحبشي أنه في إحدى الليالي أثناء سياحة أبونا عبد المسيح بالجسد بالبرية، وجد أحد الآباء الرهبان من دير السريان تائها في الصحراء، فصنع له دائرة أحاطها بعلامة الصليب المقدس وقال له خليك نايم هنا، وفي الصبح ابقى ارجع للدير وسلامة ربنا يسوس بخريستوس يكون معك. وكعادة الآباء الرهبان على الطاعة فعل كما قال له أبونا عبد المسيح الحبشي، وفي إيمان كامل نام
وفي الصباح حدث. نور حياتي ومكاني زيك حولي وابقى نور، قدس فكري وكياني خلي حبك ليا صور. نور حياتي ومكاني زيك حولي وابقى نور، قدس فكري وكياني خلي حبك ليا صور. أشكرك يا رب، أشكرك يا أبونا عبد المسيح. أنت يا رب اديتنا السلطان إن احنا ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. الحياة والعقارب كانوا موجودين هنا لكن ما قدروش يقربوا من الدائرة اللي أبونا عبد المسيح رسمها بإيده. المجد ليك يا رب. سلام النعمة بابا كيرلس. سلام النعمة يا أبونا عبد المسيح، تفضل. صلي لي يا بابا كيرلس، صلي لي. أنا اللي محتاج صلاتك يا أبونا عبد المسيح عشان ربنا يقوينا على المسؤولية دي. سامحني بابا كيرلس، أنا زعلان. ليه تعمل كده؟ ليه كده؟ ما تخافش يا أبونا عبد المسيح، حتى لو اتكسيت كل بالحرير هيفضل القلب لابس خيش. كان في موضوع يا بابا كيرلس عايز اكلم قداستك فيه. اتكلم يا ابونا عبد المسيح، اتكلم. الناس يا بابا كيرلس مش سايبيني في حالي، ولا دول جايين عندي المهارة عشان يتفرجوا عليا. جايين يتفرجوا على ايه؟ على همار. فارجوك ارجوك يا قداسة البابا امنع الناس ان هي تجي لي المهارة. حاضر يا ابونا عبد المسيح، حاضر. طيب انا مهداك صلوات قداستك. سلام يا ابونا عبد المسيح. سلام يا بابا كيرلس. عجيب يا ابونا عبد المسيح، فيك بساطة كلها محبة، ولا قوة إيمانك بتصنع المعجزات؟ يا كرم النور أبا سنودة. سلام يا أبو عبد المسيح. قول لي أبا سنودة، أنتوا ليه سايبين قابض يا ورجي لحد دلوقتي؟ أبونا جورجي؟ ماله يا أبونا عبد المسيح؟ أبا جورجي اتنيح امبارح. اتنيح؟ اسم الصليب. طب يلا يا أبونا نروح نشوف، يلا بينا. ربنا ينيح روحه في فردوس النعيم. فأحضن أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ويساعدنا إننا نكمل حياتنا زي أبونا جورجي. بس الغريبة يا أبونا القمص إن أبونا عبد المسيح هو اللي عرف إنه اتنيح بقاله يوم. أبونا عبد المسيح من الآباء القديسين، ربنا ينفعنا بصلواته. ده البابا كيرلس السادس قال عنه لما راح يشتكي له من الزوار الكتير اللي بيتعطلوا عن العشرة مع ربنا، قال لهم سيبوه عشان ربنا يرفع غضبه عن العالم كله بصلوات أبونا عبد المسيح. بركة صلواته تكون معانا. صلي لنا يا أبونا. ربنا معاكم. قول لي يا ابونا عبد المسيح، انت ليه سبت الدير وجيت تعيش هنا في المغارة بعيد عن الدير كله؟ انا سبت الدير وهرجت بره في سهرة عشان رهبان عندنا في هبشة مش بيعيشوا في دير، بيعيشوا في سهرة. بس انا بحب كل رهبان دير البراموس وبتعلم منهم ومحتاج صلواته. سامحني يا ابونا عبد المسيح، انت عرفت ان قداسة البابا كيرلس السادس تعبان جدا. بابا كيرلس قديس عظيم، لكن خلاص هو مسافر
عند حبيبي ويسوس. ويا ترى يا ابونا عبد المسيح، مين اللي هتختاره العنايه الالهيه بعد قداسه البابا كرولوس السادس علشان يكون خليفه على كرسي مرمرقس الرسول؟ انت عارف ابا شنو ده؟ الفتره الجديد اللي هيقعد على قرش مريمرقس هيبقى بطرك عظيم. اسم الصليب ابونا عبد المسيح. ايوه يا شوقي يا ابني، انا عارف انت جاي ليه. اتكلم يا ابني. انا ومرتي ما نخلفش يا ابونا عبد المسيح، ورحت الحكمة كتير ما جابش اي نتيجة، والحكمة قالوا ما فيش فايدة مش هنخلف واصل. لكن انا متأكد ان ربنا مش نسينا وفكرنا. انا جيت لقدس علشان تصلينا ان ربنا يتحنن علينا ويدينا عين نفرح بيه. انا عارف ان باب العلاج اتقفل خلاص، لكن باب ربنا دايما مفتوح وامره ما هيتقفل ابدا. والناس يا ابونا ما سيبش حد في حاله، دايما يعايرونا بموضوع الخلف. لكن هنعمل ايه؟ ما في ايدناش اي حاجه نعملها، وربنا قادر على كل شيء. ارجوك يا ابونا، ارجوك يا ابونا تصلينا عشان ربنا يتحنن علينا. ما تخافش يا حبيبي، ربنا هيتحنن عليك. السنة الجاية ربنا هيديك وتخلف، ومراتك هتجيب واد وهتفرحوا. يلا يلا يا شوقي يا حبيبي، يلا روح بره مراتك. صلينا يا ابونا، وانا عندي ايمان ان ربنا هيستجيب لصلاتك. Thank you.
ابونا عبد المسيح، يا ابونا عبد المسيح. سلام يا ابونا. سلام والنعمة يا حبيبي. مش فاكرني يا ابونا. ربنا اداك وعوض عليك يا شوقي يا ابني. يلا روح وربنا يحافظ عليك. ربنا يخليك يا ابونا عبد المسيح. انا جاي اشكرك واقول لك ان ربنا استجاب لصلاتك واداني عيل. انا مش عارف اشكرك ازاي يا ابونا عبد المسيح. اشكر ربنا يا حبيبي، وسلام ربنا يسوع المسيح يكون معاك. سلام. ابونا اشكرك يا رب. سلاموني اما يا بابا. شنو ده؟ سلام يا ابونا عبد المسيح. البطريركية النهاردة كلها منورة واخدت بركة كبيرة من زيارتك لينا. بركة ايه بس يا قداسة البابا؟ ده انا هاتي وهمار. انت ليه يا ابونا عبد المسيح بتقول على نفسك كده؟ لا، ده الهمار احسن مني. على الاقل الهمار لما يموت بيرستوس مش هيسأله عن حاجة، لكن انا لما اموت بيرستوس هيسألني سؤال كتير. لو ما عنديش جواب ساعتها هبقى همار كبير. لا يا ابونا عبد المسيح، ما تقولش على نفسك كده. انا كنت سمعت انك انت تعبان شوية، وعشان كده انا هطلب لك الدكتور يجي يكشف عليك. لا لا يا قداسة البابا، انا مش عايز اروح للدكتور، انا عاوز قداستك تصلي لي. حاضر يا ابونا عبد المسيح. بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد، امين. بص يا بابا شنودة، انا عاوز اروح القدس. طيب يا ابونا عبد المسيح، بس الموضوع ده عاوز شوية ترتيب، خصوصا احنا في ايام حرب ولسه حجز طيارة. طيارة؟ طيارة ايه دي اللي اركبها؟ لا 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 لا، مركبش صفيه يطير في الجو. سيدي يسوس مشي على رجليه، وانا كمان لازم امشي على رجليه. ما ينفعش يا ابونا عبد المسيح. طب اركب سفينه وبلاش الطياره. حاضر حاضر يا قدسة البابا، هركب سفينه، بس المهم هروح القدس. اليوم 1 يونيو سنة 1972، قادم إليكم الراهب عبد المسيح الحبشي، أحد آباء دير البراموس العاج. بعد أن عاش سنينا في مغارته بدير البراموس، وهو قادم إليكم على متن باخرة لأنه رفض ركوب الطائرة، متمثلا بالسيد المسيح له المجد في استخدامه السفن في تنقلاته، وقدومه إليكم رغبة منه في أن يختتم حياته بالقدس وزيارة الأماكن المقدسة. صلوا دائما من أجلنا. شنود الثالث، بابا الأسكندرية، 1 يونيو 72. وفي نهاية حياة القديس أبونا عبد المسيح الحبشي، الراهب الناسك، رجل المغارة، ذهب إلى قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، أطال الله حياته، يطلب السماح له بالذهاب لزيارة الأماكن المقدسة بالقدس وكنيسة القيامة، أخذ البركة والخدمة هناك. وقد أراد الرب أن يتنيح أبونا عبد المسيح الحبشي في هذه الأماكن المقدسة، فخرج وهو يحمل بداخله أشواقا لهذه الأماكن المقدسة، تاركا كل شيء وراءه، متشبها بالذي أحبه وبذل نفسه عنه، فكان يقول يصنع خيرا. وبهذا
يكون القديس أبونا عبد المسيح الحبشي. انضم إلى سحابة الشهود. الرب ينفعنا ببركة صلواته وجهاده الدائم عنا أمام عرش النعمة. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. طال طريقي أنا ماشي.
استناك تخطى في قلبي للأبدية. طول السنين وانا عايش ربي بحبك مهما طال. انا بعمل ميكي مثلا وانا واحد من